واحد بيقول في كتاب الإفخار الرسلية صاد 35 قيل تم تحديد الأسرار عدد 7 سنة 1439 عن تاريخ الكنيسة الكاثوليكية. أنا لا أحب إطلاقا أن شخصا يحطم المسلمات الموجودة عند الناس. الكنيسة تؤمن بسبعة أسرار، ليه يجي واحد يقول لهم لا مش سبعة دول أكتر من كده؟ تحطيم مسلمات في الكنيسة وعقائد في الكنيسة أمر غير لائق، ولا تقبلوه منا. حاجة ثانية عايز أقولها، لأن المسألة دي تأثر بها البعض. طالب إكليريكي كان راح قابل الناس دول من قيمة سنوات طويلة، وكتب نفذة عنوانها أسرار الكنيسة 14 مش 7. أنا شفت الكلام لقيته يعني حاجة عايز الواحد يترد عليه. في فرق بين كلمة سر ومعنى آخر لكلمة سر. أسرار الكنيسة يعني السر بمعنى نعمة معينة غير منظورة يأخذها الإنسان عن طريق طقس منظور. يعني نعمة غير منظور؟ يعني نيجي نقول سر المعمودية، انت بتاخد نعمة غير منظورة وهي الولادة الجديدة البنوة لله في المعمودية، فدي حاجة غير منظور بتاخدها عن طريق عمل منظور اللي هو التقديس في الماء بواسطة الكهنة. أو مثلا سر الغيلون، نعمة غير منظورة بتأخذها وهي سكن الروح القدس في قلبك، زي ما بيقول الكتاب أنتم هياكل للروح القدس والروح القدس يسكن داخلكم. دي نعمة غير منظورة بتأخذها نتيجة عمل منظور اللي هو ده بماء الميرون بزيت الميرون أو زمان كان بوضع الأيدي. وهكذا أيضا في سر التوبة أو سر الاعتراف بتاخد نعمة غير منظورة اللي هي غفران خطاياك بعمل منظور اللي هو الحل صلاة التحليل اللي بتقدم كه. وهكذا بخ الأسرار يعني دي اللي هو السر الكنسي اللي داخل في السبعة أسرار. في كلمة سر جات في الكتاب المقدس بمعنى معلومات جديدة كانت مكتومة زمان كسر وأعلنت لنا في يوم الأيام، زي ما نقول عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد. ما تقوليش سر التقوى دي ضمن فصل السبعة، يعني معلومة جديدة اللي هي التجسد الإلهي ما كانتش معروفة زمان وابتدت تعرف. سر الإنجيل نفس الوضع، معلومات ابتدت تعرف. بولس يقول لستم تجهلون هذا السر اللي خاص باليهود وإن ربنا غضب عليهم وإنهم تحت هذه العقوبة إلى أن يدخل ملء الزمان. فدي خاصة بالمعلومات، لكن الأسرار بتاعت الكنيسة اللي هي نعمة غير منظورة بنأخذها نتيجة صلاة منظورة أو عمل فقسي منظور. لكن يجي واحد يشكك الناس عملية مش مظبوطة، لا هو يكسب ولا الناس يكسب، إنما بلبلة فكر. في ناس يحبوا يقولوا حاجة جديدة
أو يحطموا الشيء القديم المعروف لكي يقدموا شيئا جديدا. زي مثلا قريت في كتاب الأراقيط يقول برضو الأسرار في أسرار أخرى، زي مثلا تدشين الكنائس بسر، لا مش سر، تدشين الكنائس داخلها ضمن سر الميرون، فبسر الميرون بيتهم الناس ويخدسوا بالروح القدس وتتهم الأواني المقدسة والمعموديات والكنائس، فدي ضمن سر الميرون. أو يقول رسامة الرهبان دي زي صلاة الموت العادية زي ما بيصلى على أي إنسان ميت، فدخل فيها برضه. فما تمشوش ورا الأفكار اللي تحاول أن تحطم عندك.